في إطار الجهود اللي بتقوم بيها الحكومة لتخفيف أعباء الأسعار على المواطنين قبل شهر رمضان، افتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بحضور وزيري التجارة والصناعة ووزير التموين والتجارة الداخلية معرض سوبر ماركت أهلا رمضان في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر. هذا الحدث اللي انت شايفاه مجهود تم عمله وتخطيط جيد ما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية مع وزارة الصناعة والتجارة مع المحليات وزارة التنمية المحلية مع اتحاد الغرف التجارية مع غرفة صناعة المواد الغذائية مع كافة السلاسل. المعرض الجميع يعمل في خدمة المواطن. الهدف هو توفير أكبر قدر ممكن من السلع الأساسية والسلع الرمضانية للمواطن المصري بأقل تكلفة ممكنة. يمكن طبعا الجزئية الأخرى هي المشاركة الفاعلة من الشركات التابعة لوزارة التموين، شركة قبض للصناعات الغذائية وقوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية بما لهم من منتجات بأسعار منخفضة. النهاردة افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان تحت رعاية الرئيس السيسي، هو المفروض لغاية يوم 26، ولكن دولة رئيس الوزراء مع وزير الصناعة لو كان في تواجد وكثافة من السادة المستهلكين هيبدأ يمدوا ممكن أكتر لغاية يوم 5 رمضان أو 10 رمضان على حسب تواجد المستهلكين. المعرض مساحته 15,000 متر مربع وبيشارك فيه 200 شركة من كبرى الشركات المصرية، منهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اللي عملت على توفير عدد كبير من المنتجات زي اللحوم والأسماك والخضروات بالإضافة لليميش والسلع الأساسية. العروض اللي انت شايفها النهاردة حضرتك مش هتلاقيها برة، احنا منزلين الخضار والفاكهة بأسعار وبجودة عالية جدا جدا. يعني مثلا في الخضار بتقل حوالي 20% عن السوق بره. عملت طبق سلطة في كل تشكيلة السلطة ب3 جنيه. منزلين بولتي بلدي نمرة واحد من سمكة لخمس سمكات ب18 جنيه، بره بيتباع مش أقل من 30 جنيه. الأسعار اللي احنا حقيقة بنبيع بيها دي أساسا سعر التكلفة تقريبا حقيقة زي ما انت شايف عندنا بلح ب7 جنيه ونص وبلح جودة عالية، عندنا تين سوري ب20 جنيه، عندنا منتجات مصرية برضو قمر دين مصري ب10 جنيه. سعر اللحمة سعر الكيلو 80 جنيه بره، تلاقي 140 150 بره، واخد بال سعادتك. كيلو الفراخ ب 31 جنيه بره ب 38 جنيه، ففي فرق طبعا في الاسعار جامد. يعني شهد المعرض في يومه الاول اقبال كثيف جدا من المواطنين اللي سالناهم عن رايهم في المعرض واسعار السلع المعروضه. مبدئيا المعرض فيه كل حاجه احنا بندور عليها من زيوت او سكر او سمنه او لحوم او منتجات غذائيه او ايا كان. بالنسبه للخضار هنا الحاجه رخيصه، الليمون ب 10 جنيه، الكوسه ب 3 جنيه، فلفل تفاح ب8 جنيه. في فروقات وفيه هنا اقل من بره، بتتراوح من 3 جنيه 4 جنيه 5 جنيه، وفي حاجات اغلى من بره. حاجه رمضان الى حد ما فيها تفاوت، المشمشيه ممكن في محل في معارض هنا لقيتها اقل، فيها بره اغلى، السوداني لقيته هنا اقل، المكسرات يعني فيه وفي اسعار كويسه، يعني في متناول المواطن العادي. يعني سوبر ماركت أهلا رمضان بيضم كل السلع اللي ممكن يحتاجها البيت المصري وأسعاره متفاوتة وبتناسب فئات مختلفة من الناس، ودي خطوة فعالة من الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين في بداية الشهر الكريم. سارة هويدي، كل يوم on E. يا رب يا كريم الناس، يعني تروح المعرض وتلقى السلع بتاعتها، ومش هنقول انها يعني تخفيضات عظيمة وبتاع، ولكن انا رأيي انه ارحم كتير من لو كانت الاسعار بتزيد. انتوا عارفين زي ما دايما بقول بتزيد على رمضان، فالمعرض ده بيحقق 20-25% انت اولى بيها. في الخضار، في السمك، شفتوا البولتي ب 18 وب 15 والبوري ب 25 و30 و35، يعني الاسعار ارخص من بره كتير. اللحمه نفس الحكايه، طبعا زحام كبير في اول يوم النهارده في هذا المعرض اللي موجود في قاعه المؤتمرات، ابتدى النهارده وهيكمل لغايه نص رمضان، ففرصه وانت اولى بالفلوس اللي انت بتوفرها. بس طبعا الشطاره انك مش توفر وتشتري زياده، طبعا ده غير المنافذ، 120 منفذ مفتوحين على مدى الجمهورية. انا شفت ناس امبارح بيقول والله التخفيضات مش قد كده، بس في تخفيضات، في تخفيضات كتيرة. يعني في النهاية الـ السلة بتاعت السلع بتاعتك
هتقل 20% عن اللي بتشتري من بره، انت اولى بيهم. وفي كل حاجه في سقف واحد، يعني مش هتروح هنا بقى تجيب حاجه من هنا وحاجه من هنا وحاجه من هنا، زيت، سكر، لحمه، سمك، مكسرات، حاجه رمضان، يعني حاجه رمضان فرقه عن بره في اي حاجه 20 و30 جنيه، انت اولى بيها وبجوده عاليه جدا، لان دي احسن الشركات. المعرض ده معمول برعايه الدوله، برعايه الرئيس نفسه، لانه علشان الناس وهي داخله على رمضان حاجتها تقدر انها تاخدها كويسه وتبقى سعيده بيها ومبسوطه والحاجه كلها تبقى موجوده. كل المنتجين، كل الناس وده بيحرك كمان السوق يا جماعه، انه طبعا زي ما احنا عارفين الوقت ده الناس كلها بتبيع، ففرصه زي ما انتم شايفين عدد كبير من الناس، اقبال كبير جدا، والزحام هيزيد مع الايام الجايه. انا متخيل انه مثلا لو حاولت تروح يوم الجمعه هيبقى يوم تشوف فيه يعني اقبال غير طبيعي. فالحمد لله كويس، حاجة كويسة قدرنا نضغط فيها شوية انه يبقى فيه حاجة تقل، حاجة تنزل. دي اول مرة التعبير ده نستخدمه من شهور، لأول مرة. ليه بقى؟ لانه النقل اتقص، التجار اللي في النص اتقصوا، السلعة بتيجي من سوق العبور او سوق الجملة بتاع الخضار والفاكهة لغاية دايركت، مفيش واحد لواحد لواحد، مفيش الايد لايد لايد، فطبعا السعر بيبقى افضل كتير من بره. الناس فاهمه الكلام ده، الناس عارفه الكلام ده، خدمه بتقدمها الدوله وهي خدمه جيده، وان شاء الله تبقى عاده رمضانيه، كل رمضان العاده دي تبقى موجوده عشان الناس تقدر تشتري وتقدر تعمل اللي هي عايزاه، ويعني الناس تنبسط. الوضع مش سهل والوضع صعب، والناس كلها بتشتكي وانا عارف الشكوى وحاسين بيها كلنا، لكن هتعدي، هتعدي شهور وتعدي ان شاء الله، هتعدي.